شو صاير؟ في شي بنتي؟ ليش عم تبكي؟ ليكون قال لك شي فارون؟ أنا ما رحت لأشوف فارون، وحتى ما عاد بدي روح أبداً. ليش؟ قولي ليش لحتى ما تشوفي؟ بابا بدي تتصل بالعريس وتلغي هذا الزواج. شبك؟ لا. شو صار له؟ ليش هيك عم تحكي البنت؟ ياسو؟ ياسو؟ أنا بعرفها لبنتي كتير منيح، ما بيكون صاير معها شي بنوب، بس هي دائماً بتحب تعمل مشاكل. لا أساتي، هالمرة نحن ما رح نستعجل، ما رح خلي حدا يضغط على البنت نهائياً. رح نعطي ياسمين وقت قد ما بدها لتفكر أحسن. شو يلي بده يكون صار معها لحتى رجعت عم تبكي هيك؟ شوفي فاتح، خير صاير شي؟ ما في شي منيح. ليش دائماً هيك بصير معي أنا بالذات؟ ليش ما فهمت؟ ليش؟ ليش؟ ليش حظي أنا على طول مو حلو؟ ليش؟ شوفي كان في خناقة وأنا واحد غبي. مع مين؟ مع بابا. هو ومين؟ هو وياسمين. المشكلة بلشت وقت عيد البايساخي، وقت أبي شاف ياسمين عم ترقص. اليوم كنا ماشيين بالسوق أنا وياسمين و... هاي وحدة ما عندها أخلاق أبداً. بس بابا شو عم تحكي أنت؟ شوفها وهي بتخبرك. هي مبارح ورجتني قديش هي بتحترم العالم اللي أكبر منها. عمي أنا آسفة بس ما كان قصدي. عنجد؟ وعم تعتذري هلأ؟ صدقوني هاي البنت بلا ترباية. تعرفي أنه قالت عني متخلي؟ عمي أنت فهمتني غلط، أنا بس كنت عم حاول إشرح لك وجهة نظري بالموضوع. شايف؟ ولهلأ مصرة أن تجادل. معلش بس حدا منكم يفهمني شو القصة؟ فاتح انسى الموضوع، خلينا نروح. يلا بريت. فهمي ابنك فاتح أنه هي البنت الواقفة جنبه واللي من شانها بده يترك كل عيلته وبلده بنجابه يسافر على كندا كرمالة. هي وحدة بلا ترباية وما بتحترم العالم أبداً. بابا انت عن جد فهمان الموضوع غلط، ياسمين مو من النوع يلي معناها. تفضل اسألها انت، ليش ما بتسألها؟ هي مفكرة انه بسبب العالم اللي مثلي بلدنا عم يرجع لورا وما عم يتطور. بابا خلينا نروح على البيت. لحظة عمي، انا بدي اعتذر لك عن كل شي عملته معك. بحلف لك هالشي ما كان بقصدي ابنه. سامحني عمي. لا تقربي علي. هالحركات ما بتمشي علي انا. ليش ما اعتذرتي امبارح؟ ها؟ ولا شو كان ناقصك امبارح؟ كنتي بس عم تفشي خلقك وتصرخي علي؟ ألو؟ شو؟ شو صار له؟ ياسمين شو صار؟ بوزو ليك، هذا مو وقت المزح، وإذا هي مزحة وقتها بورجيك. يا ريت لو كانت مزحة ياسمين. ياسو شوفي فاتح. قولي شو صار لفاتح. فاتح بالمشفى، في واحد طعنه بسكين. دكتور دكتور قلي طمني. ان شاء الله منيح. العمليه نجحت الحمد والشكر لك يا طيب الله. دكتور نحن منقدر نشوفه؟ لا فاتح لسه ما وعي، هو نزف دم كتير والجرح كان غميق وخطير، لهيك لازم نخليه تحت المراقبة.
دكتور امتى رح يرجع له وعيه؟ لسه بده وقت. قديش يعني؟ ما فينا نقرر هلا، ممكن تاخد ايام، ممكن تاخد اسابيع. خلي ايمانك قوي وخليكي عم تدعي له. امي اهدي بقى وحاش تبكي، اخي رح يكون منيح. وحاش تبكي. ان شاء الله مبسوط هلا، هذا يلي بدك اياه. عرفت هلا قيمتك عند ابنك اللي رميته برا البيت. شفت كيف زدت حاله على الموت كرمالك اليوم؟ خلاص خشبير بكفي، انا ما عاد فيني اتحمل قسوتك اكثر من هيك. بس اسمعني منيح، انا ما عاد اسمح لك تقسى على ابني. انا بس لهون خلص بكفي. شد حيلك يا ابني، فاتح ما رح يصير عليه شيء، لا تخاف. طولي بالك واهدي، ما رح يصير عليه شيء. فاتح دائما بطل، والأبطال ما بتخسر. طولي بالك. عفوا فاتح، صحي شي فينا نشوفه؟ الدكتور منع حدا يشوفه لبعد 12 ساعة. ولو سمحتوا لا تتجمعوا هون، بس اثنين بيقدروا يبقوا. جدي خود الكل وروحوا على البيت، أنا رح ضل قاعد هون. يلا ابني. يلا أمي. ماني رايحة على مكان قبل ما أشوف فاتح. لا تقلقي أنا ضالل هون أمي. قلتلك ماني رايحة. فاتح، فتح عيونك أمي، يلا أصحى. فاتح، ليش ما عم يفتح عيونه؟ نلع، أنت مانك أبني، عم تفهم؟ لعلمك من اليوم وطالع، انت حدا ميت بالنسبة لإلي. ابن خشبير سينغ فيرك معه ورح يبقى معه كل العمر. فاتح، فاتح يلا اصحى بترجع، حاجة تعمل فينا هيك يلا فيك. فاتح، فاتح انت عم تقدر تسمع صوتي؟ فاتح عم قلك فيه الله يوفقك.
أنت دائماً بتدعم أولادك الطيبين. طيب إيش فيلنا يا هلا فاتح؟ كمان هو ابنك الطيب. إيش في فاتح رجاء؟ ساعده ليتحسن. شد حيلك شبير، فاتح رح يكون منيح. يلا تعال تعال، نحن هلا بمشفى المدينة وهون موجود فاتح سينغ ابن خشبير سينغ، عم يصارع بين الحياة والموت. قلنا هدى ورا الشيء اللي صار، جاوب لو سمحت، شو صار هني؟ الدكتور عم يقول انه فات بغيبوبة، انت كيف حاسس؟ السيد هدى عم يقول انها حيلة وانت عم تتبلغ. خبرنا باللي صار لو سمحت، شو بتقول؟ عندك جواب؟ لو سمحت خبرنا. وقف هالحكي الفاضي. هاي هي صحافتك؟ هاد مستوى تقاريرك؟ كيف فيكن تكونوا لهالدرجة منحطين؟ أب عاجز ومقدران يعمل شيء لابنه يلي بين الحياة والموت وعم يترجى الله يرجع له حياته، وانت لساتك عم تسأله اللي هلأ كيف حاسس؟ لا سمح الله إذا بكرة حدا من أهلك كان بين الحياة والموت وإجا حدا سألك نفس هالسؤال اللي شو رح تجاوبه؟ بلحظتها رح تتمنى لو انت فيك تقتله. هو حاسس نفس الشيء. أنت مالك شغل بمشاعر الناس واضطراباتهم ومشاكلهم وحياتهم، مفهوم؟ شغلتك الصحافة. قبل ما تكون صحفي أنت إنسان، لا تقتل إنسانيتك بأخبارك العاجلة، لا تتخلى عن إنسانيتك بس كرمال سبق صحفي. الصحفي لازم يكون عنده إنسانية، ما لازم يتخلى عنها مهما كان مهم الخبر. خلي عندك أخلاق. شكراً يا أمن. أنا ما قبلت بالزواج من فارون كرمالك أنت. أنا ما قابلته حتى. مو أنت اللي قلت لي رح تعمل يلي بقلك عليه أنا؟ طيب ليش ما عم تفتح عيونك فاتح؟ أخي فاتح، فاتح أصحى. وين الدكتور؟ أمري يا دكتور. دكتور طلعوا من الغرفة فورا. دكتور ابني له يومين فايت بغيبوبة، شو وضعه؟ عم نحاول سيد خشبير بس كله بإيد الله.
تيجوا؟ رجاء فوتي شوفي فاتح، انتي لسه ما شفتي لهلا، يمكن يقدر يفتح عيونه. روحي يا سو، انا ما بقدر شوف فاتح بهالحاله. أنا بترجاك تشفي فاتح وتساعده، بترجاك. اليوم فاتح حصل على كل شيء، الشغل بكندا صار ملكه وياسمين كمان، بس المشكلة إنه داخل بغيبوبة. يا ترى صداقة تيجو حب ياسمين رح يرجعوا فاتح للحياة؟ رد علي فاتح، فتح عيونك ورد علي. خالتي، على الأغلب هي المكالمة من كندا. هي أكيد سمرة. لا، ما أنا سمرة، أنا أمه لفاتح. إيه، بقله قبله فاتح بالشغل والتثبيت خلال شهر. فاتح في، يلا اجى اليوم يلي صار لك زمان كتير عم تستناه لحتى يجي. فاتح، انت اخذت الشغل يلي بكندا، الله يوفقك. يلا فيه. أنا بترجاك تشفي فاتح وتساعده، بترجاك. فاتح ما صحي لسه؟ صار له كم يوم ولسه ما فتح عيونه أبدا، وهلأ خبرونا أنه أخذ الشغل بكندا. أول ما أخذ الشغل يلي بكندا أنا بدي أتزوج ياسمين. فكرت فاتح رح يكون كتير مبسوط لما يسمع هاي الأخبار. لا تقلقي أبداً، رح يكون منيح. أنتي ما شفتي ولا مرة لهلا. ليش؟ تيجو لو سمحتي فوتي شوفيه مرة واحدة بس، هو ما عم يسمع حدا ابنه، يمكن لما يسمعك يصحى ويفتح عيونه. خالتي لازم تروحي على البيت وترتاحي شوي. أنا ماني رايحة على مكان وابني لساته بهي الحالة. أنتي كمان لازم تهتمي بصحتك ولا تخافي على فاتح، أنا وياسمين رح نضل هون ورح نهتم فيه. اسمعيني خالتي، فاتح رح يرجع لوعيه بدعواتك، في قوة كبيرة بدعوات الأم. خالتي أمريك، تعي أمي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.